على نحيي الرئيس خطوة كبيرة، جاب لنا جماجم تاع المقاومين وفرنسيس دايرينهم واحد المتحف يسموه متحف الإنسانية، قصوا الروس تاعهم المقاومين، وانتم عندكم مقاومين هنا أبو عمامة وما أدرك من ولاية نعام المجاهدة رمز، قصوا روسهم والدوم وسموه متحف الإنسانية. بقوة وكفاءة وندية للدولة الجزائرية وعلى رأسها السيد عبد المجيد تبون، استرجع بعض المقاومين رؤوسهم ورجعناهم إلى الأرض الوطن كشهداء، ودفنوا في أرض المليون ونصف المليون من الشهداء. إذا فتحية تقدير وإجلال لهذا الرجل ابن هذا الشعب المناضل، باباه مناضل ثم أولى به تعرفوه، باباه شكون؟ إذا فهو يتغذى من هذا التاريخ النضالي، تاريخ المقاومة، تاريخ الحركة الوطنية، تاريخ ثورة التحرير المباركة.